ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. هكلمكم على عنصر غذائي مهم جدا جدا، الفيتامينات والمعادن اللي فيه مهمة جدا للجلد، مهمة جدا للشعر، مهمة جدا للهبات الساخنة، مهم جدا للستات، وحاجة طعمها حلو جدا اللي هو لب القرع. لب القرع ده يعني مش قادرة اقوله، فيه زنك، فيه منجنيز، في نحاس، في اوميجا 3، في فيتامين اي، في سي، فيتامين سي. بس في حاجه، لو احنا كلنا محمص الفيتامينات مش هتبقى موجوده، هيبقى موجوده المعادن. فلو احنا عايزين ناخد بقى فيتامين سي واي نجيبه مش متحمص. كويس. في ايه تاني؟ انا قلت كل حاجة تقريبا، يعني انا معاني كدهم بس انا عشان حافظهم، عشان انا باخده ناخد شوية كده، لو كترنا كده يبقى انا اعتبره وجبة مفهوش اي ضرر. قشروه واكلوه لولادكم، مهم جدا. ممكن تقشروه وتحطوه لهم مع كاكاو خام، مع حتة زبدة، مع معلقة عسل، بقت وجبة غذائية تقوي المناعة. مهم، الف هنا وشفا. ما تنسوش لب القرع، مهم مهم جدا. وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.